بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية مصر لتنس الأرض تحييكم. إن شاء الله بنعمل إعلان للأكاديمية عن طريق القناة بتاعتنا، ونرجو من السادة أولياء الأمور وخاصة الميني تنس، لأن إحنا عندنا مدربين أكفاء في الميني تنس ومتخصصين من التنس ودراساتهم العليا خلال كلية التربية الرياضية وتخصصهم في الميني تنس. إن شاء الله هتبدأ الأكاديمية الباب للالتحاق بالأكاديمية الميني تنس من سن 5 سنوات حتى 12 سنة، وتدريبهم للالتحاق بالفرق القومية إن شاء الله، لأن إحنا عايزين عندنا بطل، يعني هنلحق الأفراد دول إن هم يلعبوا في دوري النوادي ومع الاتحاد المصري للتنس وتمثيل مصر في المحافل الدولية في التنس الأرضي إن شاء الله. ابتداء من يوم الجمعة الموافق 22/12/2017 الجمعة القادمة إن شاء الله. وزي ما نوهنا قلنا العنوان بتاعنا مركز شباب صقر كوليج بالمعادي تحت إشراف الإداري الكابتن أحمد عبد الناصر، وقلنا تليفونه 011-42-74-99-58. عيد تاني، الكابتن أحمد عبد الناصر هو المشرف المسؤول عن العمل الإداري في الأكاديمية، وهو المستند اللي عنده الرسوم، هو الحجز اللي بقى عنده بالنسبه للكبار والصغار والسيدات والرجال والميني تنس الاطفال بتوعنا اللي هم بيبداوا من 5 سنوات الى 12 سنه. وهنعيد تاني تليفون الكابتن احمد عبد الناصر، هيبقى 011-42-74-99-58. ويقوم بالتدريب نخبه من كليات التربيه الرياضيه، اساتذه من كليه التربيه الرياضيه متخصصين في الميني تنس تحت اشراف الكابتن خبير التنس كابتن عبد الناصر امام، والمشرف والخبير على هذه الاكاديميه، ويتم التنسيق والمواعيد مع اولياء الامور، والمصاريف قلنا مع الكابتن احمد عبد الناصر 300 جنيه، مصاريف خاصه للتنس فقط، لان الفتنس دي حوالي ساعه الا ربع او نصف ساعه اقل على الاقل، يعني خارج اوقات التدريب، وعندنا 3 ساعات في الاسبوع بالنسبه، ممكن يومين في الاسبوع على ساعه ونص، وممكن 3 ايام على ساعه، 3 في 4 12، يبقى في عندنا 12 محاضره في الشهر ان شاء الله عشان نقدر نصنع بطل، وان شاء الله الناس اللي هي نفسها تتعلم تنس وتحب التنس يبقى العمليه سهله جدا بدون صعوبه وبدون غلاء في الاسعار. المصاريف زي ما قلنا 300 جنيه، معايا التدريب من الساعه 5 مساء حتى الساعه 8، وبنشتغل برضه بالنسبه للكمان للساعه 10، وبالنسبه بنشتغل كل يوم من 5 ل 10 مساء، عدا يوم الجمعه بنشتغل من 8 صباحا ل 8 مساء، ويوم السبت من 8 صباحا ل 8 مساء، وبيكون التدريب اسبوعيا 3 ساعات زي ما قلنا، وبيكون وهنعمل مجموعات صغيره للاطفال في عدد المدربين كتير، فنقدر ممكن ندي مدرب 3 4، ما يزيدش عن 3 4 اولاد يدربهم بكفاءه وبشغل كفاءه، والمضارب موجوده هديه بحيث نلاقي نجيب مضرب شخصي يوجد مضارب داخل المدرسه. وشكرا، متشكرين.